على هامش مشاركتها في افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 23، قدمت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ندوة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، تناولت خلالها أبرز المحطات المضيئة في تجربة الاستثمار في الثقافة كمبادرة رائدة لإيجاد مساحة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتسع للمشاريع الثقافية التي تساهم في صون التراث وحفظه. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي: نتشرف بتلبية هذه الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة ضمن برنامج معرض مسقط الدولي للكتاب باعتباره تظاهرة ثقافية مهمة على المستويين الخليجي والإقليمي، كما نسعد برؤية هذا الحراك الثقافي الإيجابي الذي يعكس ما تتمتع به سلطنة عمان من مكانة ثقافية متقدمة وما يتميز به المجتمع العماني من شغف للمعرفة، إضافة إلى أن مثل هذه المناسبات تبين مدى اهتمام القائمين على قطاع الثقافة في عمان بتنظيم البرامج والفعاليات التي من شأنها تعزيز وتنمية وعي المجتمع. وعن مداخلتها حول الاستثمار في الثقافة، ذكرت معالي الشيخة مي إن البنى التحتية الثقافية تتطلب عملا مشتركا وجهودا مضاعفة من الجميع، لا سيما في الدول التي تمتلك إرثا ثقافيا وإنسانيا مهما كالذي تمتلكه المملكة، لذا فقد ساهم مشروع الاستثمار في الثقافة في إحداث نقلة نوعية على مستوى إنشاء المشاريع التي ترمي إلى صون مقوماتنا الحضارية والحفاظ عليها. وقد احتفلنا مؤخرا بالذكرى 10 لتأسيس متحف موقع قلعة البحرين الذي يعد نموذجا مميزا للاستثمار في الثقافة. في البداية أجدد شكري وخالص تقديري لمعالي وزير الإعلام الدكتور عبد المنعم الذي شرفني بهذه الدعوة لكي أكون معكم في مسقط في معرض مسقط الدولي للكتاب، ولكي نتحدث عن تجربة الاستثمار في الثقافة وصون التراث وتوظيفه كأداة لجذب سياحة نوعية متميزة من أجل التنمية المستدامة. هذا اللقاء أتاح الفرصة للتعرف على الأخوان في سلطنة عمان تبادل الأفكار والآراء في هذا الشأن بالذات، وهو هم من يجمعنا وهو قاية نريدها لأوطاننا بأن نحافظ على معالمها على تراثها، ونحن في أجمل بقعة تحافظ على كل ما يميز هذه المدينة وهذه السلطنة من معالم عمرانية وعادات وتقاليد لها مكانة وخصوصية هي التي تجذب إليها الأنظار وتعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية. حضور معالي الشيخة مي في هذه المحاضرة القيمة معرض مسقط الدولي للكتاب إضافة حقيقية للمعرض هذا العام، حضورها كضيف شرف عبر هذه التجربة البحرينية الرائدة الحقيقة التي نفخر بها ليس فقط على مستوى دول الخليج وإنما على مستوى الوطن العربي. معالي الشيخة مي تجربة ونموذج يحتذى، والحقيقة قدرة خلاقة في الإبداع وفي تحويل الأحلام إلى منجز. هذا المنجز الحضاري عبر البيوت الأثرية التي استمعنا لهذه المحاضرة الشيقة ورأينا عدد من النماذج الجميلة كبيوت أثرية في المحرق في مملكة البحرين، الحقيقة تجربة نعتز بها. أن نشكر اللجنة المنظمة في سلطنة عمان على التنظيم الرائع لهذا المعرض، وطبعا هذا المعرض على حسب ما يعني رأينا هناك في الكثير من الكتب المتنوعة التراثية والحضارية والثقافية والعلمية، وأيضا هناك يعني ركن خاص للأطفال، فصراحة نود أن نشيد بهذا التنوع واللي يتيح فرصة للمؤرخين والأدباء والباحثين وللمواطنين للاطلاع على هذه المجموعة من الكتب القيمة. طبعا اليوم الشيخة معالي الشيخة دمي قدمت محاضرة من أهم المحاضرات في الاستثمار في الثقافة، وهذه طبعا مجال يعني جديد قامت فيه يعني الشيخة بتجربة ناجحة.